حقيقة علاقة صباح وهويدا، أقاويل كثيرة وتصريحات متضاربة حول طبيعة علاقتهما، فتصدرت الفنان صباح وابنتها هويدا عناوين الأخبار. أنجبت صباح ابنتها هويدا من زوجها العازف المصري أنور المنسي في 18 مارس عام 1952، لكن توتر العلاقة بدأ مبكراً. كشفت الفنانة كارول سماحة في لقاء تلفزيوني سابق عن تفاصيل الخلاف بين صباح وابنتها، لافتة إلى أن هويدا كانت معجبة بالفنان رشدي أباظة وهي ابنة 14 عام، وصدمت عندما رأته مشغولاً بوالدتها الفنانة صباح. ورغم أن الأمر ربما لم يكن يتعدى الإعجاب الطبيعي الذي استحوذ على مراهقات تلك الفترة تجاه الدنجوان، فإن الأمر كان بداية خنق الفتاة الصغيرة على والدتها. ذكر الفنان سمير صبري أنه ذهب لزيارة صباح قبل وفاتها، وكانت قد وصلت لحالة صحية متأخرة. قالت أن هويدا جاءت لزيارتها من أمريكا، فطلبت منها الأم البقاء معها لأنها في حاجة لها، خاصة أن كل خالاتها رحلوا ولم يعد يسأل عنها أحد. فردت: لا يا مامي، أنا سأعود أمريكا لأن كلبي في البيت لوحده، من سيؤكله؟ يعني يسيبه يموت، ده غالي عندي. هنا بكت الشحرورة بشدة وقالت لسمير: مش عارفة جايبة الأسود منين، هو أنا ما عملتش أي خير في حياتي يبقى لي في بنتي؟ ده أنا حتى أنفقت كل ما كسبته على أهلي وأولادهم، لماذا تركوني هكذا؟ استكمالا للشهادة عن علاقة الأم وابنتها، أكد الفنان سمير غانم أيضا عدم وجود ترابط قوي بينهما. وقال غانم في أحد الحوارات التلفزيونية: تحس إن هويدا في وادي وصباح في وادي تاني، ولا مرة الصبوحة جت تتفرج على مسرحية المتزوجون وقت ترشيح هويدا قبل شريف. الصبوحة من ساعة ما طلعت وهي مشغولة قوي، وهويدا اشتغلت على حس نجومية مامتها. على عكس ما سبق، أكدت جانيت فيغالي ابنة شقيقة صباح قوة علاقة الصبوحة بأبنائها خاصة هويدا. علاقة الصبوحة بهويدا جميلة جدا، بيحبوا بعض قوي بس ما يقدروش يعيشوا مع بعض، الاتنين طبعهم مختلف بس بيكملوا بعض، لكن ما بيستحملوش بعض لما يقعدوا سوا، لأن صباح بتمحي اللي جنبها، وفي ناس بتقبل إنها تتمحي وفي ناس ما بتقبلش إنها تتمحي. مواقف إنسانية وفنية مضطربة رسمت ملامح الفنانة هويدا منذ الصغر، ومنتها في عائلة فنية كان نقمة ونعمة في الوقت نفسه، فهي الابنة الوحيدة من علاقة الزواج الثالثة للمطربة والمغنية الشهيرة صباح بعازف الكمان أنور منسي. ظلت شهرة والدتها لعنة طاردها طوال حياتها التي تحولت إلى سلسلة متواصلة من المعاناة. بعد سنواتها الأولى في الوسط الفني، قررت هويدا الابتعاد تماما عن الساحة الفنية، واختارت حياة بعيدة عن الأنظار، ودخلت في دوامة الإدمان حتى أصابتها بأزمة صحية في عام 2006، حيث قامت صباح ببيع بيتها حتى تستطيع إدخالها مصحة للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد 3 سنوات بدأت في التحسن وعادت للإقامة معها في لبنان. تزوجت هويدا وهي في 16 من عمرها عندما تتلقى تعليمها في العاصمة الإنجليزية لندن من رجل يدعى ألفريد نصار. استمر الزواج لمدة 7 سنوات، وصرحت بذلك في حوار مع نيشان، واكتشفت خيانته لها مع ندلة تعمل في أحد مطاعم مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. تجمع هويدا بحسب حديثها بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، حيث كان والدها أنور مانسي يدين بالإسلام أما والدتها مسيحية، ولكنها عندما تزور أقارب والدتها تحرص على الصيام والصلاة، وفي الوقت نفسه قامت بالزواج في الكنيسة. قالت الفنانة رولا سعد عندما ظهرت في أحد البرامج أن هويدا هي التي قررت الابتعاد عن صباح والانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وأدى البعد إلى حالة من التوتر بينهما. في عام 2012 ظهرت هويدا في حلقة مع أحد البرامج تطرقت إلى عدد الموضوعات المتعلقة بحياتها، من بينها تقديم صباح لها وإشراقها في حياتها الفنية منذ سنواتها الأولى، قائلة: كانت مبسوطة بيا، كل شيء في حياتها كان للناس وأنا من ضمنهم، وكان من المفترض أن يكون بهذا القدر من التعدي على حرية أو كيان الإنسان،
في السنوات الأخيرة اختارت هويدا الاختفاء تماماً عن الأنظار، حتى أنها لم تحضر جنازة والدتها عام 2014، وخرجت ابنة خالتها كلودا عقل لتؤكد أن انهيارها التام وإصابتها بصدمة عصبية بعد وفاة صباح منعتها من السفر إلى بيروت لحضور الجنازة. كان آخر ظهور إعلامي لها في عام 2015، حيث كشفت عن استعدادها للاستقرار في لبنان وعودتها إلى الساحة الفنية، ولكن هذا لم يتحقق، ما أدى إلى انتشار عدد من الشائعات والتكهنات عن سبب غيابها. وكشفت جانيت فيغيلي ابنة خالتها أحد البرامج التلفزيونية أن صباح نجيب شماس شقيق هويدا غير الشقيق من والدتها الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وطلب من جميع أفراد العائلة عدم التصريح بأي معلومات عن هويدا. وسبب في تكوين هويدا النفسي أنها لم تنعم بطفولتها مثل باقي الأطفال. توفى والدها في مقتبل عمرها، فأصبحت الابنة المدللة لوالدتها. دخلت هويدا المجال الفني عام 1970 بتشجيع ودعم من والدتها، وعملت في السينما المصرية واللبنانية، وكانت أول أعمالها فيلم نار الشوق. دون سابق إنذار اعتزلت هويدا الفن، وكان آخر أفلامها فدعوس وفتاة الأوتوستو، بطولة كريمة أبو شقرة وتأليف سمير الغصني، وذلك في عام 1990. وبعد تصوير مشاهدها في مسلسل بنت الكبار، هذا كان آخر تصوير لها. اختفت هويدا عن الأنظار، وقالوا أنها تقيم حاليا بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية. غنت لها والدتها الفنانة صباح عدة أغاني مثل أكلك منين يا بطة وأمورتي الحلوة. هويدا لديها أخ غير الشقيق من والدتها الراحلة يدعى صباح، وكانت تحت رعايته أثناء إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية. أصيبت بأزمة صحية في عام 2006، ما أجبر صباح على بيع بيتها. في عام 2018 أعلنت أسرة هويدا أنها مفقودة، حيث هربت من أخيها غير الشقيق ورفضت الخضوع للعلاج في مصحة، وأنها تعاني من مشكلة الإدمان منذ أن كانت صبية.